في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وذلك خلال الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي للمحور البيئي بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين. هو تبريز للدور الحيوي الذي أنيط به المحور البيئي كمحور يعي برنامج وعمل الحكومة تلك الخاصية المنفردة التي يمتاز بها باعتباره مجالا تبنى على استقراره واستدامة موارده قطاعات العمل الخدمية على وجه التحديد. البرنامج القادم راح يركز على الموضوع البيئة والجوانب البيئية، وبيطلع منه إن شاء الله بإذن الله بعد المناقشة اليوم 4 سياسات، من ضمنها الاستدامة البيئية، من ضمنها الاهتمام بالتنوع الحيوي، من ضمنها الاهتمام بالبيئة البحرية، من ضمنها توعية المجتمع البحريني لأهمية البيئة، كذلك المشاريع اللي تتقاطع مع الجهات العديدة. لا تضارب ولا تقاطعات يمكن مشاهدتها في سماء أجواء ذلك الارتباط العجيب الذي يجمع البيئة بجسد الاقتصاد، يرتويان من نبع واحد لتجمعهما علاقة طردية. فإن رغبت برؤية اقتصاد نشط وتحسس عوائده، ما عليك سوى توفير أرضية بيئية خصبة تضمن لك ودون اكتفاء جذبا استثماريا متكاملا وديمومة فعلية لمعالم حياة فطرية تضفي جمالية أخرى على محيط العيش ككل. المحور البيئي محور وهم في التنمية الاقتصادية بشكل عام، لأنه دافع لتطوير القطاعات المختلفة بشكل عام في الشأن الاقتصادي. اليوم راح نناقش في ورشة العمل هذه عدد من المشاريع المحددة التي صنفت إلى مبادرات، ومن ثم وضعت في سياسات معينة تصب كلها في السياسة العامة لبرنامج عمل الحكومة للأعوام القادمة. المحور البيئي أعتقد يعني محور مهم بيشمل يعني بيئة الأعمال وكذلك أيضا الجو، يعني عموم البيئة في البلد، كيف نسخرها، كيف نطوعها من أجل نجاح برامجنا، برامج الحكومة باستراتيجياتها. مثال من وحي مسألة عملية تستوضح أهمية المحور البيئي وارتباطه بتعبيد الطريق أمام إتمام العديد من المشاريع المتعلقة بأساسيات الحياة. لازم كل المشاريع الأخرى تتكامل بحيث أنها تلبي هذه الاتفاقيات أو التزامات مملكة البحرين. فهناك تقاطع مثلاً يعني على مستوى إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عندنا تقاطع كبير بين المواصفات للأجهزة الكهربائية في من حيث كفاءتها ومع المجلس الأعلى للبيئة في مشاريعه. فلا بد أن يكون هذه السياسات ترسم أن يكون في اشتراك لما نوضعها، على أساس لا يصير أن إحنا نمشي في اتجاه ويكون هذا الاتجاه ربما يحتاج إلى تعديل بسيط على أساس يصير في توافق مع المنظور البيئي في المشاريع. إذا تكلمنا عن الجانب البيئي، طبعا احنا وزارة شؤون الإعلام تسخر كافة أجهزتها وخدماتها لتوعية المجتمع وتوعية الناس ولأهمية هذا الموضوع، طبعا على موضوع انه يكون كيف انه يكون هناك في استدامة في عملية التوعية ايضا وتوصل الى شرائح كثيرة من الجماهير لنوعيهم بموضوع أهمية البيئة. الحيز الذي يشغله المحور البيئي في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة ما هو الا دليل دامغ على عظيم جدوى. تطويع المحور البيئي وتخصيص تلك المساحة الوافية له لخدمة برنامج عمل الحكومة يصب في صالح إمضاء أسهل لما تم الأخذ به من تصورات شمولية لمبادرات مشاريع حكومية لن تخرج من دائرة خدمة الوطن وتلبية رغبات قاطنيه على الوجه الأكمل. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.